تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بزيارة إلى سلاح الجو الملكي البحريني هذا اليوم بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. يرافق جلالته الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. ولدى وصول جلالته حفظه الله إلى قاعدة عيسى الجوية كان في الاستقبال قائد سلاح الجو الملكي البحريني وعدد من كبار ضباط السلاح، وقد قدم لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله إجازا عن الواجبات التي يقوم بها سلاح الجو الملكي البحريني والخطط المستقبلية للاستمرار بتزويده بأحدث منظومات الأسلحة والتي تعد من الأفضل على مستوى العالم، وكذلك تطوير العديد من أسلحته ومنشآته ضمن خطط رفع إمكانيات هذا السلاح في إطار التعزيز المستمر لقدرات مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين. مشيدا جلالته رعاه الله بما يبذله رجال سلاح الجو البواسل من جهود وطنية مشرفة بكفاءة عالية وما يتسمون به من جاهزية قتالية ومهارة رفيعة، متكاتفين صفا واحدا مع إخوانهم من رجال قوة دفاع البحرين الشجعان لأداء رسالتهم الوطنية السامية دفاعا عن الوطن ومكتسباته الحضارية وأمن مواطنيه. كما أثنى جلالته رعاه الله على استمرار التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في أمن المنطقة والسلم الدولي، وكلف جلالته وأيده الله كبار ضباط سلاح الجو الملكي بنقل تحياته وتقديره لجميع ضباط وضباط الصف وأفراد السلاح في مختلف مواقع عملهم المشرفة، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.